هل القرآن محرف عندك يا حيدر؟ وهل ورد روايات عندكم تقول أن القرآن محرف؟ تفضل يا حيدر. طبعا طبعا، والروايات لا تقل عن الألف رواية. أنا مو حاسبها لكن لا تقل عن الألف. تفضل. وكمان حيدري قال 1000 رواية، وطبرسي قال 2000، 2000 رواية. نقدم أستاذ التصوف. أستاذ التصوف، هل حيدر كافر اللي قال إن القرآن محرف؟ تفضل ضيفنا الصوفي التصوف، تفضل. لا أكفر أحدا أبدا، أخ حيدر له عقيدته ورأيه الخاص وهو حر ما يدري. بيقول لك القرآن محرف، بيقول لك ربنا كذاب عياذا بالله، الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طب أستاذ حيدر، هل التصوف كافر عندك؟ تفضل يا حيدر. والله إذا كان لا يؤمن بإمامة الأئمة الاثني عشر فهو كافر. تفضل أستاذ التصوف، هل حضرتك تؤمن بإمامة الأئمة الاثني عشر أم أنت كافر كما يقول؟ تفضل. لا طبعا، الأئمة عليهم السلام هم معصومين ومنصبين من الله تعالى، فهذا ليس باعتقادي وإنما اعتقاد الجميع أنهم أئمة المسلمين وجاءوا بالعدل والقسط وهم أولياء الله الصالحين وجعلهم الله سبحانه وتعالى خلفاء في الأرض. إذا أئمة آل البيت معصومين؟ الإمام الحسن والحسين كلهم معصومين؟ تفضل. أكيد معصومين، لأن الأرض لا تخلو من إمام حجة معصوم. قلنا حضرتك صوفي التصوف يا راجل، عيب عليك يا راجل كده، وأنا اللي كنت مفكرك صادق. في أي كتاب قال صوفيا إن آل البيت معصومين؟ اتفضل. في أي كتاب قال صوفيا إن آل البيت معصومين؟ اتفضل. يكفي إن الشافعي اعتقد بذلك واعترف بعصمته. اقرأ كتاب الشافعي ترى كل شيء موجود، لكن لا تنقل. طيب، وانا وعد امام جماعة تشيع ان قال الشافعي بعصمة آل البيت. تفضل، لك المي، اذكر الكتاب والصفحة. تفضل. الشافعي كفى ان يقول الشافعي ان آل البيت عليهم السلام حبهم فرض على المسلمين وطاعتهم واجبة، كيف نطيع او نحب من لم يكن معصوم؟ يا آل بيت رسول الله حبكم لا صلاة لكم، حتى هذه الصلاة التي تصليها لا تقبل إذا لم تصلي على النبي وآل بيت النبي. وهذا إمام السنة الشافعي رحمه الله الشافعي على قوله الكريم. بعد ذلك يقول، اسمع ماذا يقول الشافعي، يعني يقول: قيل لي في علي مدح، يقول بما معناه: كيف أمدح من وضع الرحمن يمناه يموت الشافعي ولا يعرف ربه، هل كان علي أم كان هو الله؟ هذا قول الشافعي. الشافعي شطح هذه الشطحات حبا بعلي وآل البيت، ولكن الرب ليس الإله، يعني هذا هل هو الله يربيني أم علي يربيني؟ هذا ما قاله الشافعي، وهذه الكتب تشير إلى ذلك. تفضل لك الماء. أقسم بالله العظيم أنك كذبت وكذاب وتكذب على الشافعي. اتقي الله أستاذ التصوف، تنسب كفر للشافعي، تنسب كفر للشافعي من أجل أن تمرر كذبك. تتفضل عيد علينا الأبيات الثانية الكفرية اللي حضرتك قلتها ديت. قيل لي قل في علي مدحة ذكره يخمد نارا مؤصدة، قلت هل أمدح من في فضله حرض لب أنه عبده والنبي المصطفى؟ قال إلى أن قال إن علي هو الله. تفضل، لك المايك، الكتاب لو سمحت. تفضل. أستاذ رامي، إن كنت محاورا جيدا لا تسيء الأدب مع ضيفك. عندما تقول تكذب قل أعطني دليل أصح من كلمة تكذب. أنا عند دخولي هذه الغرفة والكل يشهد لم أسيء إلى أحد. عندما أرى تجريح أو قذف من شخص معين أخرج عن هذه الغرفة. لا تهرب، تعالى. الشافعي قال إمتى؟ من فضلي لأنه هو الله. قل أن هرب. شفتوا الكذاب؟ شفتوا الكذاب الأشر؟ هذه أبيات كفرية رافضية خبيثة بيقولها باسم القربلائي وبيقولها الملالي في الحسينيات، وجايين يقولوها لنا هنا من الشافعي هو الذي يقولها. قيل لي قل في علي مدحة. أعوذ بالله، أعوذ بالله على الكذب. طبعا هو فضح لأنه عرف أنه هو رافضي خبيث، ومع كده أيضا
قال ان الائمه ال 12 معصومين، قلنا له هات الدليل. طبعا قال الصوفيه بيقولوا كده، قلت له الدليل ايه؟ جاب لي البيت الشعر المكذوب على الامام الشافعي. طبعا الشافعي ليس صوفيا.